أمال لميت لميت. لا أستطيع عمل شيء. كمال تعال هنا اقفز إلي. أخي لن تموت وحدك. ماذا؟ هيا أسرع إلي يا كمال. لميت جرى لنا. ما الذي حدث؟ ها ماذا حدث؟ أمسك كمال بالأسرار الكهربائية التابعة للميت بقصد أن يموت سوية، فكان أخاها قوة عظيمة تحول من جرائها إلى بطل عظيم اسمه الرجل الحديدي. هذا الجسم الجديد يجب ألا نخطئ في حركتنا وفي تصرفاتنا.